رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اجتماعا خصه سموه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر لإيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها. وقد تم في الاجتماع استعراض خلفية الموضوع والوقوف على القرارات التي تعمل وفقها اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية وطلبات تقييم المؤهلات الطبية الصادرة من الجامعات في جمهورية الصين الشعبية وضوابط الدراسة في الخارج. كما استعرض سموه الرأي الفني للجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية ووقف على مرئياتها والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبلها بشأن المؤهلات أعلاه. ووقف سموه أيضا على آراء الجهات ذات العلاقة بالمؤهلات العلمية والطبية والتدريبية بالمملكة من خلال معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزيرة الصحة. كما استعرضت اللجنة برئاسة سموه موقف لجان معادلة شهادات الطب من خريجي الجامعات الصينية المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية. وبحث سموه في الاجتماع المقترحات والخيارات لمعالجة أوضاع خريجي التخصصات الطبية في بعض مؤسسات التعليم العالي الصينية واتخاذ ما يناسبها من قرارات. وكلف سموه فريق عمل لبحث الخيارات من النواحي الفنية ورفعها في الاجتماع المقبل.